نهى الله تعالى عباده عن قول أف للوالدين لما فيه من الإيذاء لهما، فلو طلبا منه أن يعمل الشاي لهما مثلا أو أن يغسل الصحون فقال لهما أف جادا غير مازح فقد وقع في كبيرة، أما إن امتنع فقط ولم يقل لهما أف فإن كانا يتأذيان بذلك يكون معصية، وأما إن كانا لا يتأذيان من امتناعه من ذلك فلا يكون معصية.